نتطلع لتعاون وثيق مع بريطانيا خلال الفترة الجاية في كل المجالات وبالتأكيد في مجال السياحة. بشكر الرحالة البريطاني وهنستمع إلى تجربته في هذا الشأن، ثم نستمع بكلمة من معالي المحافظ. An expedition and an adventure is all about. It's about the chance encounters and putting your trust in the human spirit and human kindness along the way. And the one thing that I've found about all of the countries that I've passed through is that human nature everywhere. وهو أهم رسالة بيقولها واللي احنا بنوافقينه تماما عليها، لأنه لازم الناس تشوف بنفسها عشان تعرف حقائق الأمور. وان هو بيعاتب بطريقه غير مباشره الاعلام الدولي لانه لا ينقل الصوره الحقيقيه اللي موجوده على الارض، وهو بنفسه شاف هذه الحقيقه مرورا في كل الدول اللي مر بيها، وانتهى بمصر وشاف هذه الحقيقه على ارض مصر، يعني حقيقه الامن والامان. وبالتاكيد التاثير الاكبر كان للمصري والشخصيه المصريه والعنايه الفائقه اللي راها من الناس كلهم. أنا بشكره على هذه الرسالة الهامة جدا بالنسبة لنا في قطاع السياحة للعالم كله. Mr. Wood, I just, you know, briefly translated what you wanted to convey, and particularly that issue, as you mentioned, without offense to our partners and the media, because that's what we really have been suffering for the past few years in this country. The crooked, I wouldn't say crooked, but rather distorted, maybe that's more appropriate to say.